Joan. Joan. سألوا قبلها بسرعة. تسألني ايه وتحبي في دلوقتي؟ انت عارف لو امك شافتك معايا راح تعمل فيا انا ايه؟ هتعمل ايه يعني يا ورد؟ ثم لو جت وشافتنا هقول انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك وان انت مسؤوليتي من اللي يهينك يهني. عشان خاطري يا امين امشي دلوقتي قلبي هيقف هتسقطني. والواد اللي في بطنك ده يبقى ابني يعني الواد اللي في بطنك ده يبقى ابني. كتر خيرك امشي بقى غور. وهنخرج مع بعض بكره. غور بقى. فهميني بقى ايه اللي حصل بالظبط؟ ايه الغيبه الطويله دي كلها؟ اجي ادور عليك امي سرقت واضطربت وبعدين الاقي هدومك غرقانه في الدم وفجاه تظهري لي. فهميني قبل ما عقلي يشت. انا ما خرجتش بره اسوان من ساعه ما سبت اللوكال. يعني انت كنت عارفه ان انا هنا بدور عليكي؟ هو انت هنا بقالك كتير؟ انا اللي بسالك دلوقتي يا ضحى، ما تفهميني. انا كنت مستخبيه وما كنتش اعرف ان انت هنا غير ما شفتك في بيت ماهر. انا رحت بيت ماهر ما كانش فيه حد. انا اللي ضربتك على دماغك لما لقيتك بتفتش في الصندوق وما كنتش اعرف ان انت. لما وقعت على الارض وشفت وشك سمعت صوت ناس هربت. انت عند ماهر من امتى؟ من ليله راس السنه. ايه الحكايه يا ضحى؟ هو ماهر ولا مراد؟ الجواب اللي انت كنت كاتباهولي لقيته عندك تحت السرير في الاوضه، قريته هو الورق التاني كمان. يعني انا كنت بحبه وهو كمان كان مفهمني ان هو بيحبني وكان مديني 100,000 قمر على ده. انا كنت ممكن اشك فيك انت ولا اشكش فيه. كان حاميني من كل حاجه حتى من اسمك. مش ده الازايز هنا؟ بالراحه دميان، انت لسه موجود، اللي هيتكسر هيتحسب عليك. يا ستي مفيش حاجه هتتكسر على مهلك يا ابني. كده مفيش حاجه تانية تحت. خلاص خلاص انزل استناني في العربيه. الماركه دي مفتخره قوي. سيبها بقى من ايدك عشان دي لو اتكسرت مش هتعرف تدفع حقها. بس انا ملاحظ كل ما باجي بلاقي الازازه زي ما هي. هي مالهاش زبون عندكم ولا ايه؟ لا ليه، بس زبونها عزيز زيها. اه انا عارفه وعندي منه. انت بتضحك؟ بقول لك عايز نسرق له الازايز، الفلوس اللي هديها لي مش قليله. اي حد مكاني كان هيوافق. بس ده مالك يا حبيبي، انا مش عامل فيه كده. دميان ده لازم تحاسبه وما تستهونش. كنت هحاسبه لو فكر يساوم حد غيرك يا حبيبتي، بس ما دام المساومه دي عايد عليك الفايده هيبقى انا راضي ومبسوط. انت عايزني اوافق؟ ده انا لو طلعت عليك بالذهب عمري ما هتاخر، بس انا في الاول وفي الاخر موظف هنا ومفيش حاجه ملكي، وده اللي مخليني مش عارف اعمل لك حاجات كتير. عشان كده اي فايده هتود عليك انا عمري ما هقف قدامها ما دام بعلمي وقايلاني عليها. يعني سرقه الخمره دي كانت بعلمه؟ انا ما كنتش بتنفس النفس غير بعلمي. بس في يوم ست سكين جت قالت لي ان اسمك عايزيني. الكلام ده كان بعد موت ادهم بيه الله يرحمه على طول. اللوكوندا كانت كئيبه والدنيا كانت مش على بعضها. قالت لي اشيل كل الصور اللي على المكتب واوديها المخزن. كانت أول وآخر مرة في حياتي أحس إنها مكسورة. فهمت وقتها إنها مش عايزة الصور قدامها عشان بيفكروها بيها. وأنا بشيل الصور في المخزن قعدت أفتكر أدهم بيه وحنيته وقلبه الطيب. كان حاجة تانية خالص غير العقربة اللي اسمها اسمه وأميلة المتقنعرة على الكل. ما كانش فيه في العيلة دي إلا هو ونزل. لما شفت صورتها معايا حسيت قد إيه إنها صعبانة عليا. روحها كانت فيه وروحه كان فيها. ورغم كده مات وهي ما ودعتوش. فقلت اما اشيلها الصور بتاعتها وياه. بس اما لقيت الصور في برواز فضة قلت اشيله لحسن يتهموني فيه. وانا بشيل الصوره لقيت جواب حد مخبيه جوه البرواز. معرفش ليه بقى ما قدرتش مفتحوش. فتحت الجواب وقريت كل اللي فيه. واللي قريته هو ده اللي غير لي حياتي كلها. مكتوب ايه في الجواب؟ اللي في الجواب بيهدد ملكية عيلة حفظ الجراند اوتيل، اولهم مراد طبعا، كانت اكتر حاجة هماني.
قلت لنفسي زي الهبل انه لما ما يبقاش لي ورث في اللوكان ده ساعتها هقدر اخده واهرب والاقي له حل من جوازته من بنت عمه اللي كان فاهمني ساعتها ان هو مضطر له. وايه اللي بيهدد ملكيه الاوتيل؟ كان رهنه؟ يعني حاجه زي كده. هو ايه اللي حاجه زي كده؟ هو سر؟ ما تقوليلي. يعني ايه؟ يعني ربنا وقع في ايدي الجواب ده عشان عارف ان حرام اي حاجه تفرق بينا. اللي مكتوب في الجواب ده اللي يخلينا انا وانت نتجوز ونعيش مع بعض قدام الناس وفي النور وبعيدا عن اللي اسمها اسمت. مرات عمك ممكن تدفع لي اي مبلغ علشان ادفن سر الجواب ده. انت حكيت لحد تاني عن الجواب ده يا ضحى؟ ما حكيتش لحد غيرك. متاكده من اللي انت بتقوليه ده؟ اه متاكده. متاكده زي ما انت قاعد قدامي دلوقتي. بس اللي انا بفكر فيه نطلب كام؟ الجواب ده فين؟ انا شايلاه. مفيش حد يعرف يوصل. انت لازم تديني الجواب ده طول ما هو معاك. انت في خطر. انت ما تعرفيش اسمك ممكن تعمل فيك ايه. اسمك مش هتعرف تعمل معايا حاجه ولا حتى تلمس شعره مني. تخاف ان انا اوصل لاصحابي كده؟ لازم تسيبيني افكر هنتصرف ازاي. اوعي تاخدي خطوه واحده من غير ما ترجعي لي. انت ما تعرفيش انا بخاف عليكي قد ايه. انا من كتر حبي وثقتي فيه ما كانوا عاملني اعتبرت الالف مره اللي كان بيقول لي فيهم ادي له الجواب ده خوف عليا. لحد ما دخلت الاوضه وانا والبت ورد لقيتها مقلوبه. لما قلت له قال لي اكيد اسمك هي اللي دخلت. يعني ايه يعني مش مصدقه؟ يعني بتقولي ان موضوع الجواب ده من تاليفك. وانت قلت لها ايه؟ هقول لها ايه يعني يا ضحى؟ اذا كنت انا نفسي ما شفتش الجواب ولا اعرف انت مخبيه فيه. مش يمكن تكوني يعني كدابه صح؟ او فهمت اللي مكتوب في الجواب غلط. ما هو بالعقل كده. جواب زي ده عمر ما اسمك هتحطه في برواز وتقول لك شيليه في المخزن. مستند زي ده اول ما يقع تحت ايد اسمك اكيد كانت خلصت منه فورا. ايوه بس مش شرط على فكره تكون اسمك هي اللي شالت الجواب. امال هيكون مين؟ معرفش. بص انت تروح تقول لاسمك ان انا عايزه فلوس الجواب ده ليله راس السنه، واذا ما جابتش الفلوس انا هودي الجواب ده لاصحابي. ساعتها اسمك بقى هتقدرني انت عارف. طمعك بقى بيخوفني قوي يا ضحى. طمعي ده اللي هيخلينا ما نخافش تاني. انتي عارفة بتأذي نفسك قد ايه باللي بتعمليه؟ انا مش عارفة حضرتك بتتكلمي على ايه. عن حاجتي اللي سرقتيها. وانا قلت انا عايزة ايه قصاد الحاجات دي؟ تساوميني بقى. انا من حقي لما يبقى مش من حقك اي حاجة. ولا الامانة اللي معايا من حق حد غير اللي ما بقاضيله. انا بقيت طول الوقت خايفة يا سيد. انا بقيت نفسي اللي بستمنى من طورتي. مين؟ الوقت ده كان عمري ما صدق ان مراد ممكن يكون ورا اي حاجه حصلت لي. كنت فاهمه ان اسمك هي اللي بعت الكلب ده يعمل فيا كده. ما عرفتيش هو مين؟ كان مغطي كل وشه، ما كانش باين اي حاجه غير عينه. مش ممكن يكون ماهر؟ ماهر؟ ماهر ده اللي ربنا بعته لي عشان يحميني. كان رايد ان انا اعيش. ماهر اللي باين لي حقيقه مراد وسخته. عملت ايه؟ نفذت والسرير اللي طلع.
متأكد إنها ماتت؟ طبعاً مرضية. والجواب؟ والله أنا فتشتها كويس بس مش لاقي معها خالص. ست أشهر وأنا بين الحياة والموت، وماهر هو اللي دواني وكان مخبيني في بيته كمان، كأنه الرزق اللي أنا ما ساعدتلوش. كان بيطمن عليا وكان بيرعوني. رجعني أقف على رجلي تاني، هو اللي كان أحن عليا من الدنيا عليا. لا طبعا، انا مستحيل اوقف على اللي بتفكري فيه ده. عايزه تروحي الموت برجليك التانيه يا ضحى؟ ده حقي ومش هسيبه. اسمك ومراد، انا هاخد حقي منهم. حقك ده تاخديه من غير ما حد ياذيكي. انا واثق ان احنا هنلاقي شغل في القنده الاسكندريه دي. اول ما اروح هناك اتجوز ونبدا حياه جديده. هيحصل، بس بعد ما احرق قلبهم زي ما حرقوا قلبك عليا. انت مش اكتر حاجه تهمك سعادتي؟ انا بقى سعادتي لما اخد حقي منهم تالت ومتلت. وماهر دفع حياته الثمن. مش قادرة أصدق إن أنا السبب. مستنية إيه يا ضحى؟ مستنية لما يقتلوكي بجد المرة دي ولا لما يقتلوني أنا؟ متقولش كده يا علي، أنا أصلا الخوف بيموتني كل لحظة. وطول ما أنتِ معاكي الجواب اللي أنتِ بتهددي بيهم ده هنفضل خايفين ومرعوبين. عشان كده إحنا لازم نمشي من هنا. ضحى، أنتِ لو جرالك حاجة أنا هموت. لا أنت هتموت ولا أنا هموت. ومش ماشي غير اما اخد حقي وحق ماهر. انا كاني ما اعرفكيش. انت ضحى اخت الصغيره اللي انا ربيتها. احنا كنا غلابه وماشيين جنب الحيط، ايه اللي حصل لك؟ عايزه تشوفي مين تاني بيتقتل عشان تفهمي. ده حقنا يا علي. حقنا بتاع ايه؟ ده الجواب بتاعهم اللي انت بتهدديهم بيه. مش هم اصحاب الجواب. مش شأننا، ده شأنهم. طب واللي عملوا فيا مراد يا علي؟ مش عرض اختك ده؟ ضحى، ما القارون ما يعوضش العرض. وما توجعنيش اكتر ما انا موجوع. وما تخلينيش افتح في كلام لو اتكلمت فيه هيتبحك. ده اذا كان لسه عندك احساس زي زمان. الكلام ده هيجي وقته بس مش دلوقتي. عشان انا خايف عليكي. عشان انت طول عمرك نقطه ضعفي ودراع اللي بيتلوي. انت على فين؟ منصين اخر الباب. هاجي معاك عشان اوصلك واعرف مكانه. وهرجع لوكاندا اخلص حاجه في ذمتي. وهاجي اخدك عشان نمشي. هنمشي يا ضحى. امين. صباح الخير يا هنا. اموري. وعلي فين؟ معرفش. احنا امبارح كنا صايمين مع بعض عند الدميان وانا سبتهمش. صحيت الصبح لقيت فشته زي ما هي. يعني ايه؟ يعني بات برا؟ احتمال. طيب لو شفته قول ان انا عايزاه. حاضر. يا صباح الخير. اللي حصل ليله امبارح ده ما يتكررش تاني يا امين. انا مش ناقصه بلاوي. بعد الشر عليك من البلاوي. انا غصب عني ما عرفتش اتحكم في نفسي. لا يا اخويا، بعد كده بقى اتحكم في نفسك ورحمه ابوك. ما وعدتكيش. بقول لك ايه؟ اشرب الجنزبيل ده وهو سخن كده. ها؟ عايزهم تطلع منه الامل هنا لفوق. وسمعتهم بيتكلموا عنه ان هو مفيد قوي عشان خاطر الطراش ووجع البطن. عمالي هنا عمالي تقولي انها من امبارح مش عارفه تنام بسبب وجع بطنها وكتر التراش والحاجات. خلاص يا امين، حكمتك يا رب. بيقسم الارزاق بس المرمطه واحده. اللي عنده شغل وسايبه وقاعد هيتجازى.
اشربي الجنزبيل يا امال، صدقيني هيريحك. مش قادره اشم ريحته والله يا احسان. حتى انا مش عارف انا حسدتك ولا ايه لما قلت ان الترجيع وقف. عادي احسان، هو الحمل كده. وبعدين هو انت مش هتنزل تشوف شغلك الجديد ولا ايه؟ ولا عايز تفضل قاعد جنبي 9 شهور كله؟ والله مستعد، علشان انا ما عنديش اهم منك. لا عندك يا حبيبي، عندك تنزل تعمل مستقبل عشان ابننا اللي جاي. حاضر، بس ممكن تشرب الجنزبيل؟ يو يا حسين. معلش معلش. انت مش ناوي تجيبها لبر يا امين صح؟ لا لا، هجيبها لبره وهنوصمها بعض لبر الامان وهتشوفي كمان. بس انا كنت جاي اقول لك ان انا محضر برنامج الخروج النهارده، انما ايه؟ هفسحك فسحه ولا؟ برنامج احلى من اللي كنت بتعمله الصبح. امين. انت فين من امبارح؟ هقول لك. حد سال عليا؟ الراجل الصديق. ونزل هانم كمان ساعت عليك. فؤاد. يا ريس، مش معنى اني بحترمكم وبعملكم بالذوق انكم تاكلوا دراعي بعد ما اديكوا صباعي. انا هخصم لك لاختفائك بدون عذر. عدل وانصاف يا ريس. يا مش فارقه معاك؟ لا فارقه معايا، بس انا الصراحه غلطت. انا كنت عندي دميان وتقلت شويه، فعشان كده هو ده اللي اخرني. ما هديناه في الشرب وتودي في داهيه. انا مش هعمل كده تاني، بس معلش انا عايز استاذنك بس ان انا اخد النهارده اجازه، اصل انا مش قادر اصلب طولي. مش هينفع طبعا، ما هو انت الواد الغلبان ده. ايه ولا انت مش واخد بالك؟ تطلع على ايه؟ مالك؟ شوف الاوتيل. كشوف ايه؟ وشوف اللي هتساعدني على اداء مهام وظيفتي. وايه هي بقى مهام وظيفتك دي يا حسين؟ مهام مساعد مدير الاوتيل يا مراد. وانت عندك خبره بقى في مهام مساعد مدير الاوتيل مش كده؟ انت عندك اي خبره في اي مجال غير انك احسان بركات باشا؟ لا، زي ما انت ما كانش عندك اي خبره، ولما عمك الله يرحمه خدك معاه وقال يربيك ويعلمك عرفت تاخد خبرة. في الوقت اللي انت كنت بتاخد فيه خبرة ومهام إدارة الأوتيل، أنا كنت باخد خبرة إني أليق بإني أبقى ابن بركات باشا. ما هو مراد عشان يتقال عليك ابن ناس دي برضو محتاجة خبرة، وخبرة من نوع راقي وإنساني. طيب أنا هروح أستلم مهامي من اسمة هانم اللي معيناني. معيناك يا مراد. هي هتبعتك هنا تاني. هو أنت خايف من إيه؟ انت متصور ان انا عايز اسرق منك المنصب؟ انا عايز اشتغل بس يا مراد، عايز اشتغل في سلام. عندك خبره في معنى كلمه سلام؟ عايش اهو. مش انا بس اللي طلعت عايش، ضحى كمان طلعت عايشه يا مصري. عايشه؟ شفتها وقلت خلاص. طب شفت بقى عشان تبقى تصدقني، قلت لك ان هي هتبقى كويسه.
اهو احساسي طلع في محله. الحمد لله. الحمد لله. شفت بقى ان جو جريمه اللي انت كنت معايش مراد فيه ده ملوش اي اساس من الصحه؟ أنا جات لي شكوتين الأسبوع ده من النظافة والشكوتين من الدور بتاعك. أنا بشرف بنفسي على كل أوضة وجناح بعد تنظيفه. يعني النزل هيتبلوا عليكي؟ أنا ما قلتش كده. دولة هانم الفولي بتشتكي من نظافة حمامها. بس حضرتك أنا اللي بنظف جناح دولة هانم بنفسي والله. ده كل حاجة حتى بتبرق. لو دخلتي بصيتي في البلاط هتشوفي وشك فيه. هشوف وشي في البلاط؟ مش تنقي ألفاظك؟ أنا وجهت لك كلام؟ ست سكينة أنا تعبانة، ممكن أستأذن؟ ممنوع التعب وأنا مجتمعة بيكو. بس أنا فعلاً تعبانة ومش قادرة. مش أنت عندك أجازة بعد الوردية دي؟ ابقي ارتاحي فيها. أستأذنك بس. امشي امشي. معلش تلاقوها استهوت، اصلها بتقعد ترفس الغطا وهي نايمة. يلا يلا كلكم على شغلكم يلا. لو حضرتك فاكر التنين ده هيبعد ورد عني غلطان يا أمي. قلت لك 100 مرة ممنوع تقول أمي وإحنا في الشغل. أنا هكمل الغلط. قول البطنة ده يبقى بينا. مش عارف ليه عندي إحساس قوي جدا ومتأكد منه إنك إنسانة حنينة أوي، طيبة أوي، وقلبك زي البافتة البيضة. لما أول الشهر تلاقي خصم من مرتبك هتعرف إن أنا مش كده وإن أنت كنت غلطان. لا لا، أنت من الواضح إنك لازم تاخد أختك لدكتور أمراض عقلية فوراً. خيالها واسع قوي. واضح إن أنت اللي رافضة تصدقي الحقيقة. هصدق إيه؟ سفاح بقناع هجم عليها بخنجر، جواب مستخبي في برواز، سر بيهدد ملكية الأوتيل اللي عمره ما كان له صحاب غيرنا. طب أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة طلعوا لها ولا لسه؟ العموم أنا جيت هنا عشان أشكرك على كل اللي عملتيه معايا، وأقول لك إن أنا خلاص هريحك من الأمراض العقلية بتاعت أختي وهاخدها وهمشي من هنا. تمشوا؟ تروح فين؟ امتى؟ اعدي عليها في البنسيون اللي هي قاعده فيه واخدها وهنمشي. بس طبعا ما كانش ينفع امشي من غير ما اودعك. اشكرك. في حاجه تانيه مهمه كان لازم اقولها لك. ان انت الحاجه الوحيده اللي ما خلتنيش اذي مراد. مفيش حاجة في الدنيا منعتني إن أنا أذي غيرك. أنت أحسن منه مليون مرة. تستاهل إنك أحسن منه. مراد وحش. بس أنت نبقى مية عليكي. أنا شايفة إن أنت ما ينفعش تمشي دلوقتي لحد ما ضحى تديك الجواب ده. أنا محتاجة أشوفه بعناية. ما أنا محتاجة حاجة ملموسة عشان أصدق الرواية البوليسية اللي أنت بتقولها لي دي. يا امال اعمل لك ايه اكتر من كده علشان اطمنك؟ انت زهقتيني. انا عندي 100 مشكله غيرك. معلش انا اسفه ان انا معطله حضرتك عن مشاكلك الاهم مني، بس انا خايفه طول الوقت ومش عارفه اعمل ايه. ادخل. انا كنت عايزه سعادتك. اسبقيني على الغدا. احنا لسه ما خلصناش كلامنا. لا خلصنا.
تعالي اقفلي الباب. انا مش عايزه كل ساعه والتانيه تطلعي لي. انا اسفه، انا بس كنت عايزه اسال سعادتك لو الناس بتوع بلاد بره دول لسه عايزين العيل. يعني اصل ضغط الشغل جامد عليا قوي وانا صحتي في النازل، ومش عارفه بقى اذا كان الحمل يعني الصراحه هيكمل ولا لا. كنت فين يا حبيبي؟ خبطت عليكي من شويه. كنت بتمشى. مالك في حاجه؟ لا لا خالص، الشمس بس كانت حاميه عليا شويه. طيب ايه رايك اعزمك على ليمون متلج؟ انا بس محتاجه اروح اعمل حاجه في اوضتي دقيقه، فاسمعني انت وانا هحصلك. انا اسف. حضرتك عاوزاني يا هنم؟ اتكسري كلامي يا سكينة؟ أنا؟ ونقدر يا هنم؟ أنا ما قلتلكيش تخفي الشغل عن البنت اللي اسمها ورد؟ يا هنم دي بنت منحلة. قلت ولا ما قلتش؟ قلتي؟ بتنفذي الأوامر وتاخدي بالك منها كويس، وكمان تغذيها كويس. انا طبعا مش ملزمه ان انا اقول لك انا ما طردتهاش ليه، بس انا هرحمك من فضولك. البنت جت واعترفت لي ان حملت من نزيل مهم كان نازل عندنا، راجل له اسمه، وطبعا لو احنا طردناها والشيطان وزاها وراحت عملت في اسكندال، الموضوع ده مش هيعجبني ابدا. عشان كده انت هتاخدي بالك منها لحد ما انا الاقي حل في الموضوع. مش عايزه شكاوي، كلامي واضح؟ اه واضح يا هنا. هي أوامر تانية؟ اتفضلي. نازلة عايزة الجواب؟ وانت ازاي بقى تجيب لها سيرة الموضوع ده اصلا؟ نازلة واقفة جنبي من ساعة ما جيت هنا عشان ادور عليكي، وكانت مهتمة بموضوعك زيي بالظبط، واقل حاجة ممكن اعملها عشان ارد لها الجميل ده ان انا اديها الجواب. مش انتي بتقولي ان الجواب ده يخص ملكيه اللوكاندا؟ طيب دي بنت صاحب اللوكاندا وملهاش دعوه باللي امها ومراد عملوا معاكي، ويمكن تكون هي كمان ضحيه زيها زيك. ده واضح ان هي بقت عزيزه قوي عليك يا علي. اه يا ضحى، بقت عزيزه عليا قوي، وانتي بنفسك قلتي ان هي غيرهم كلهم. بس مش لدرجه ان انا اروح ادي لها الجواب على طبق من فضه ومن غير اي مقابل. اه يا حبيبي انا قلت لك ان هي غيرهم، بس هي منهم ومتربيه على نفس القصه، قصه ان هم ناس واحنا ناس، هم اسياد واحنا العبيد، هم فوق واحنا اللي تحت، كلاب يرمي لهم العظمه وقت ما يحبوا ويسلسلوهم برضو بطوق وقت ما يحبوا. اوعى تفتكر ان وقت الجد هتختلف عنهم كتير. انا اتخدعت قبلك يا علي، كنت هدفع عمري الثمن. الجواب فين؟ مش هتدي لها الجواب من غير مقابل يا علي. مكتوب فيه الجواب ده يا ضحى؟ مكتوب فيه اللي يخليهم يدفعوا كتير قوي. انت هتديني الجواب وانا هروح اديهولها من غير مقابل.
وانت بقى حاولي تنضفي قلبك من الغل اللي بقى جواه، وانا مش فاهم ازاي. مخبيه الجواب فين؟ ردي عليا، مخبيه الجواب فين يا ضحى؟ كبير مع الورق اللي أنا كنت دفناه تحت سريري. المفتاح ده بيفتح آخر درج في الدولاب الفضية اللي في الأوفيس. صباح الخير. صباح النور. أنا جاي الضحى في أوضة 5. أنت أخوها صح؟ شفتك امبارح. أيوة أنا أخوها. دي مشيت ما بقالهاش ساعة، سابت الأوضة، سابت لك الجواب ده. سابت الأوضة يعني مشيت من البنسيون خالص؟ مش عرفها. ما تزعلش مني وغلاوتي عندك عشان كدبت عليك في موضوع الجواب، وما تدورش عليا، مش هتلاقيني. انا هطلع لك من تحت الارض فجأة بس بعد ما اخد حقي.